فاتنا نعلق على الحديث بتاع جبال تهامة بيضاء. الحديث المرعب ده يخوف. واحد عامل حسنات جبال وتتنسف، ليه؟ انا خفت. انت بتقول انا خفت؟ انت بتقول انا خفت انت؟ والله انا خفت، والله احلف لك بالله انا خفت. ليه؟ قال لك غير انهم اذا خلوا. لا 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 لا، ده خد الحديث، شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، هم منكم يصلون كما تصلون، بيصلوا ويصومون كما تصومون وبيصوموا، ويأخذون من الليل كما تأخذون وبيقوموا الليل، بيصلوا الخيام. صوم قوم. وبعدين الصيام والقيام دول يتنسفوا ليه؟ قال انهم لما يبقى لوحده في غرفة نومه ومعه تلفزيون، ولا مسافر نازل في فندق وعنده تلفزيون، يبدأ يدور على القنوات الجنسية او على الكمبيوتر بتاعه او اللابتوب، او عنده اسطوانات او ديسكات او مسيفها ومخزنها على الهارد، يشوفها كده في اوقات الغفلة بعيدا عن الناس. يعني انت بتستحي من الناس وما تستحيش من الله؟ يعني انت بتراعي الناس وما بتراعيش ربنا؟ يعني انت بتخاف من الناس وما بتخافش من ربنا؟ طب هينسف لك حسناتك. انا بحبكم في الله، والله الواحد بيتردد كثيرا في قول الكلام ده، لكن حب، خوف عليك. انا بقول الكلام ده حب. عارف يعني ايه تنسف حسناته؟ يعني هيموت على ملة غير ملة الإسلام.